هكذا يبدو المشهد عند الحدود الأرمنية. مئات السيارات في انتظار العبور من إقليم ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا، كلها تقل عائلات هربت من الأوضاع الإنسانية المتردية التي خلفها الهجوم الأذري الخاطف وأكثر من 9 أشهر من حصار قاس حرمهم أبسط الإمدادات الأساسية. لغاية الساعة 19,000 شخص من أصل 120,000 تركوا بيوتهم وأرضهم قسراً وتوافدوا إلى أرمينيا، فيما اعتبرت باريس أن النزوح الضخم للأرمن يحصل تحت أعين روسيا المتواطئة، على حد تعبير الخارجية الفرنسية التي حملت أذربيجان كامل المسؤولية عن مصير السكان الأرمن. بدورها أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء مصير سكان ناغورنو كاراباخ. لكن حتى في ظل هذا النزوح القسري واصلت أذربيجان سياسة اضطهاد الأرمن وإذلالهم، إذ التقطت صور الرجال عند آخر نقطة تفتيش حدودية متذرعة بأنها تبحث عن مقاتلين تتهمهم بارتكاب جرائم حرب. وكأن مأساة الحرب والتهجير لا تكفي، انفجر مستودع للوقود في ناغورنو كاراباخ مساء الاثنين من دون أن تعرف الأسباب، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة نحو 300 آخرين، عشرات الجرحى في حال حرجة، ومعالجتهم في المستشفى باتت صعبة بسبب نقص الإمدادات الطبية وعدم توافر أسرة كافية. أمام هذا الواقع طلبت سلطات ناغورنو كاراباخ مساعدة خارجية عاجلة للتعامل مع هذه الكارثة، وكانت روسيا رفضت الاثنين اتهام الحكومة الأرمنية لها بالتقصير، واعتبرت أن يريفان باتت رهينة ألعاب الغرب الجيوسياسية، منددة بخطأ كبير يؤدي إلى تدمير العلاقات الثنائية.